يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه التضامن بمنطقه عين حروده جهه عبد الرب داسطات، اليوم كنقوموا باحياء ذكرى 16 ماي. ذكرى 16 ماي هي مرت عليها 20 سنه، حنا دائما 20 سنه كنحاولوا ننظموا هذا التظاهره في اطار هذا الحديقه، وهي المعروفه بحديقه 16 ماي اللي وضع فيها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واحد التذكار اللي مرسوم اللي مكتوب عليه ضحايا الاسماء ديال ضحايا 16 ماي، اكثر من 45 عائله من الضحايا كما كتشوفوا. سيدنا جاء في 2004 مع مرافق مع الرئيس السابق زاباتيرو الرئيس الاسباني رئيس الحكومه. حنا كنا 20 سنه وحنا دائما كنحضروا مع عائلات الضحايا، وهي جمعيه 16 ماي اللي كنشكروا هاد الاراميل اللي الحمد لله اللي كانوا تعبوا، والابناء ديالهم حتى هما تعبوا نفسانيا تدمروا نفسانيا لانهم الاباء ديالهم توفوا في هذا في ديك العمليه الارهابيه اللي عرفت مدينه الضرب عامه خاصه والمغرب عامه. الحمد لله حنايا هاد الجيل اللي جناهم هاد الاطفال اللي تزادوا بعد 16 ماي ربينا فيهم ذاك روح التعايش والتسامح، ودائما كناخذوا واحد الشعار هو شعارنا ما تقيش بلادي منذ 20 سنه. كذلك اسسنا جمعيه الاحياء على مستوى جهه عبد الدار البيضاء اسطات. الحمد لله الجمعيات الحمد لله دائما تكون في واحد الخليه ديال التسامح والتعايش ونبدع الارهاب. الحمد لله كنتصدوا حنا لكل ارهابي وكل متطرف اللي كيمس بالامن ديال بلادنا، وفي نفس السياق كنحييو رجال الامن لان اليوم كنتصادفوا مع الذكرى ديال عيد الامن الوطني. كذلك نحييو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله اللي دائما كيعطي اهميه للامن ودعم الامن والسلام، لان اباؤنا واجدادنا عاشوا في الامن والسلام، وبغينا المغرب ديالنا دائما يكون امنا ويكون فيه يعم فيه السلام والتعايش، ودائما شعارنا ما تقيش بلادي. الحمد لله دايرين هذه الذكرى كنديرها كل سنه، ولكن هذه رسميه ديال 20 سنه اللي مرت على الاحداث ديال 16 ماي. الحمد لله حنا هذه الذكرى كلها كنديروها باش نوعيو الدراري ويعرفوا ان هذوك الارهاب راه ما خلاو والو، خلاو المأساة وخلاو الايتام، والحمد لله ورغم داكشي حنا قدرنا نتحداوهم ونضنا ونضنا ووصلنا وليداتنا وقريناهم باش نوريو الارهاب ان راه داك اللي داروا راه ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه حتى شي منفعه نهائيا، بس قتلوا دوك الضحايا وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوجود ديالنا اليوم حاضرين في هذه الساحة تنتفكروا الذكرى المؤلمة ديال اللي كان فيها الحدث الإرهابي اللي هو هز جميع المغاربة، وهذيك الذكرى اللي هي دائما كيقوم بها سيدي يزيد رئيس جمعية نهضة زناتة اللي تنكد علينا الحضور فيها. وكما شفتوا جاوا الدراري الصغار اللي هما حتى هما كنوعيوهم بهذا الحدث هذا، وكنتمناو لهذوك الناس اللي هما كلهم حاضرين اللي كانوا حاضرين في هذا واللي ماتوا ليهم احبابهم الله يرحمهم، وكنرحموا على الشهداء كاملين، وكنت نطلبوا الله يكون متواهم الجنه والفردوس الاعلى. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.